مرحبا، اسمي يوهانا وأعمل في خط المساعدة متعدد اللغات الخاص بـ Witness to War، وهو خط وطني يحتفظ بالخصوصية مجاني للأشخاص في أستراليا المتضررين من النزاعات الخارجية. السلام عليكم، مرحبا، معك لمعة. نحن نساعد الأشخاص المتأثرين بالحروب والصراعات الخارجية، ولكنك لا تحتاج إلى أن تتأثر بشكل مباشر لتتمكن من الاتصال بنا. على سبيل المثال، قد يكون لديك أقارب أو أصدقاء في منطقة الحروب تشعر بالقلق بشأنهم. لا يهم متى وصلت إلى أستراليا أو نوع الفيزا أو عمرك، يمكن لأي شخص في أستراليا الاتصال بهذه الخدمة. اتصل بنا وسنحاول مساعدتك. يتكون فريقنا في Witness to War من موظفين متعددي الثقافات وممارسين في مجال الصحة النفسية، ونتحدث لغات متعددة بما في ذلك العربية والعبرية والدارية والأوكرانية أو بلغات أخرى بمساعدة مترجمين. اطلب اللغة التي تحتاجها ويمكنك مناقشة أو أي مشاكل أو مخاوف لديك. نحن نستمع إلى أي مخاوف لديك ونقدم معلومات حول الدعم المتاح، ونساعدك على التواصل مع الخدمات المختلفة لك ولعائلتك. اتصل بخط المساعدة الخاص بنا بين الساعة 10 صباحا والسابعة مساء من الاثنين إلى الجمعة على الرقم 1-800-84-5198. إذا كنت تعرف شخصاً قد يستفيد من الاتصال بهذه الخدمة، فيرجى مشاركة هذه المعلومات معه أو معها. هذه الخدمة تحتفظ بالخصوصية، ونحن هنا من أجلك ومن أجل أحبابك.